يا مساء الفل ومساء الهنا على كل مستمع الراديو 90 واجمل ساعه انشاد وابتهال في اجمل ليالي رمضان. ما ينفعش يفوت رمضان يا جماعه الا ويكون معانا صقر المنشدين، واحد من اجمل الاصوات في الابتهال الديني في مصر والوطن العربي، نقشبندي العصر الصعيدي الشيخ منتصر الاكرت، كبير مبتهلي الاذاعه المصريه. اهلا بيك يا مولانا، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب، وانا لازم ان شاء الله كل رمضان ببقى معاكم في اول حلقه، وده بيسعدني جدا. ومتهيالي السنه العاشره باين ولا ال11 دي، احنا الحمد لله الموسم العاشر. موسم العاشر ان شاء الله. انا عايز اقول ان مولانا يعني 10 مواسم معايا. ابتدينا الاول بحل ودنك، كان كان يوم جمعه وسبت. ايوه كان ساعتين على الهوا. صحيح، كان كل مرتين في الاسبوع، كان اول موسم لرمضان هنا في 90. صحيح، مولانا يعتبر معانا من اول ما بدانا. صحيح. 90 الراديو 90 كان قبلها طبعا بسنه ما كناش عملنا فكره الانشاد والابتهال، لكن طلعت على طول في 2013. كل سنه طيب الاول يا مولانا. كل سنه وانت طيب، ويا رب كل سنه بخير ومصرنا الجميله بخير ان شاء الله. وانا بالنسبه لي في حل ودنك، انا ما ينفعش ابدا برنامج حل ودنك كل سنة إلا ما يكون معانا فضيلة الشيخ منتصر الأكرت اللي دايما منورنا. وعايز أقول مولانا أيام معدودات. أيوة سيدي والله، ما سبحان الله، يعني سيدنا النبي قال في حديث ما معناه لو علمت أمتي ما في رمضان لتمنت السنة كلها أن تكون رمضان. ده حقيقة، خمس أيام. أيوة والله. والله يعني يجري بسرعة. سبحان الله سبحان الله، يعني أيام معدودات. طيب مولانا، لو احنا اتكلمنا آخر لقاء بيني وبينك كنت بتكلمني عن فكرة نقابة المبتهلين. الإذاعيين. والكلام ده كان السنة اللي فاتت. صحيح. عشان برضو مستمعينا برضو يبقوا معانا في الصورة. صحيح. قال لي احنا عندنا فكرة نقابة للمبتهلين الإذاعيين. نعم. عايزين نعرف من الشيخ منتصر أكرت أخبارها ايه، هل ظهرت ولا لسه، هل انضم لها مبتهلين جداد، يعني احكي لنا بقى يا مولانا. الحمد لله مرة سنة اهو، فاحنا عايزين نعرف ايه التطور اللي حصل. الحمد لله دلوقتي احنا عملنا رابطة المبتهلين الإذاعيين. وكل الشكر الجزيل للزميل الشيخ عثمان هلال، يعني هو حقيقي هو اللي انا قلت له يعني اعمل، هو عمل كل حاجه الحمد لله. وانضم الينا كثيرا من المبتهلين اذاعيين وغير اذاعيين الحمد لله، يعني بقت. طب انتوا ليه سميتوها مبتهلين اذاعيين ولو ان اللي انضم ليها مبتهلين غير اذاعيين؟ على اساس ان المؤسسين ليها مبتهلين اذاعيين. المؤسسين نعم. لكن المؤسسوا الرابطه كلنا مبتهلين اذاعيين. بقى فيها كم مبتهل دلوقتي في الاذاعه؟ لا في النقابه. لا كتير. كتير، بس انا مش متذكر الاعداد، ممكن الشيخ عثمان هو اللي فاكر، انا مش فاكر حقيقي. طب بس انضم لينا كتير الحمد لله. وفي اصوات؟ طبعا. ما هو لازم تعرف في حناجر، لازم تعرف مصر ولاده، لازم تعرف ان رابطه المبتهلين الاذاعيين لم تتبنى ولن تتبنى الا الاصوات الحسنه. الله عليك. لانه في جوانب اخرى. طيب. بتجيب اصوات سيئه جدا والله. طبعا. واصوات، وعملت لهم تقييمات واختبارات وكل حاجه. كل حاجه. احنا مش هندخل حد في الرابطه الا اذا كان موهوب فعلا وليس موهوم. طيب يعني احنا في حاجه اسمها موهوب وحاجه موهوم. يعني ايه الموهوم ده؟ اللي هو مفكر ان هو كويس يعني. احنا هنخش في الموهومين دلوقتي. احنا وهنخش كمان. احنا رابطه الاذاعيين ملناش دعوه بالموهومين، احنا بنتبنى الموهوبين. الموهوبين. نعم. طيب احنا هنتكلم طبعا عن الرابطه ديت او النقابه ديت، ونتكلم وكمان لو اكيد انت اكتشفتوا فيها اصوات هايله طبعا، واكيد هترشح لي 2-3 هيجوا لي معايا في حلقه عشان يتكلموا كمان عن دور رابطه المبتهلين الاذاعيين او نقابه المبتهلين الاذاعيين، وهنتكلم عنها كمان بالتفصيل. نعم. ونحاول كمان نبرز كمان من الاصوات الجديده. والاستاذ ايمن ابو السعود برضو المستشار الاعلامي للرابطه، يعني الراجل بصراحه عامل حاجات جامده جدا وشغال. تحياتنا ليهم كلهم. نعم. واحنا مش هنتكلم كتير. نعم. احنا بقى ايه في بداية رمضان. نعم. وعايزين نحل ودننا. نعم. ويعني نمدح النبي عليه الصلاة والسلام، نذكر الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. فضل والله مرة. انا يعني انا لازم يعني لازم حضرتك تعرف. ان انا بتمنى ان ربنا يقبلني مادحا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. انا عشقي كله في سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. وكل ابتهالاتي كل ابتهالاتي الحمد لله يعني في سيدنا النبي اكثرها يعني. طيب واحنا مش عايزين اكتر من كده. تمام يا سيدي. طيب اتفضل يا مولانا. سيدي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام،
يا رسول الله في حب أحمد قد وهبت حياتي، في حب أحمد قد وهبت فؤادي. الله عليك. وله مديحي خالصا وودادي. الله عليك. في حب أحمد قد وهبت حياتي، في حب أحمد قد وهبت حياتي، وله مديحي خالصا وودادي. صلني يا رسول الله رسول الله، صلني إلى رؤياك واجبر خاطري، وابسط يمينك كم بسطت أيادي. إن زار طيفك يا حبيبي مرة، إن زار طيفك يا حبيبي مرة، ألقيت همي وانتزعت سهادي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. ومفيش احسن من مدح الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. الله على حضرته وسلم. ودايما تجيب لنا الجديد. يبارك فيك. ودايما كده الارتجال بتاعك بصراحه بيهز وجداننا كله. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ربنا يديك الصحه يا مولانا. اللهم تقبل يا رب. امين يا رب. هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع الشيخ منتصر. وماشي. ايه ابتهال ولا تسمعنا؟ ماشي نسمع اي حاجه يعني اللي هيجي على دماغ الشيخ النقشبندي هنقوله. انت برضو من الرواد برضو يا مولانا برضو. وناس كتيره جدا قالوا ان الشيخ منتصر الاقرب صوته من اصوات يعني. ولا اعرف اقول زي النقشبندي لغايه يوم القيامه حتى. ربنا يديك هو الصحة. حد يعرف يقول زي الشيخ نقشبندي؟ ربنا يديك الصحة. احنا بس بنفكر الناس بيه كده من بعيد. طب يلا بينا. لكن ما فيش حد يقول زيه. طب يلا بينا مولانا. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا نعمة مسداة، يا رحمة مهداة. اللهم أمدنا أمين بمدد رسولك العظيم علي أفضل الصلاة وأفض والسلام علينا من بركاته. الله. يا أكرم الأكرمين، يا رب. يا رب. دي حاجة بتسمعها للشيخ النقشبندي. على طول بسمعها في إذاعة القرآن الكريم. نعم نعم. وعايز أسمع منك يا مولانا برضو من بقاع الأرض. في بقعة، في بقعة من بقاع الأرض. خليها آخر الحلقة كده نقفل فيها. دايما نسمعها في كده في إذاعة القرآن الكريم. الشيخ النقشبندي قال حاجات ما فيش حد يعرف يقولها. طب أنا عايز أقول لك على حاجة بقى. الراجل ده ربنا إداله من فيوضاته كتير قوي ما شاء الله. أنا عايز أقول لك على حاجة مولانا. أنا عندي مولاي إني ببابك بس بصوتك. يا راجل. وقلت بحضرها لك مفاجأة. تصدق بالله للشيخ النقشبندي طبعا يعني انت ابتهلت الابتهال وقلت الانشوده بتاعته مولاي اني ببابك ودي عندي وانا مش عارف
بصراحه يعني انا قلت احضرها لك مفاجاه. والله ما فاكر ان قلتها فين حتى. طب ما تيجي نسمعها مع بعض. يلا يلا بينا. بس مكملين حلي ودنك مع الشيخ منتصر الاكرد كبير مبتهل الاذاعه المصريه. طبعا انت عايز تعرف انا جبت منين مولاي اني بباب. ارجوك. انا جبتها من الموسم الاول لحلي ودنك على قناه الناس في 2018. والله العظيم. والله انا حتى بقول انا مش فاكر قلتها فين والله. يعني مش هقول لك. انت ما شاء الله صوتك برضو لسه بخيره يعني يا مولانا. شوف انت صوتك كان من 5 سنين كان عامل ازاي ما شاء الله يعني. يا باشا ربنا يديك الصحه يا مولانا. مولانا عايز ارجع للابتهال. فن الابتهال نفسه. نعم. جمال وحلاوه الابتهال. هل هو اساس الكلمه ولا الارتجال؟ لا الابتهال ما فيهوش ارتجال. اساس في اساسه لا. ايه لا الابتهال ممكن تقول ارتجال نغمي في الابتهال. تمام. ممكن انت تقول ارتجال نغمي يجي لك انت وبتقول. يعني هو اساسه ايه؟ الكلمه. الابتهال اساسه الكلمه. طب يعني انا لو جبت لك كلمات بنقول كلام لغه عربيه فصحى. طب انا لو جبت لك كلمات مكتوبه انت حضرتك انت اللي بتلحنه بعلمك في فن طبعًا. المقامات طبعًا. بارتجالك بحاجه. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. اتفضل. الشاب اللي هو بيقول هل عنده علم المقامات اللي يقول بيها؟ ليه المقامات مهمه جدا للمبتهل؟ لانه بيقول بمفرده. صح. مفيش ما عندوش اله موسيقيه. ومش عيب اللي هو يتعلم عشان ما يقعش. احنا لغايه دلوقتي بنتعلم يا استاذ عبد. طبعا طبعا. هو العلم عيب؟ لا يعني انا بعد الفجر لازم في واحد من اساتذتي الشيخ سعد النمر قارئ ومبتهل يعني قديم بعد الفجر لازم يكلمني واقول له يا استاذي في اي حاجه قولها لي ليس عيبا. ده ما بتروح توشيح الفجر او في الاذاعه او التلفزيون بعد ما تخلص بتكلمه. بيكلمني هو بيطلبني. بيقول لك ايه الملاحظات؟ اقول له لو في حاجه قولها لي. ما شاء الله. والله العظيم رغم خبرتك وسنك طبعا. لكن النهارده الشاب بيسمع في البيت ويطلع يقول لك انا بقيت مبتهل بقدره قادر. احنا عايزينه يتعلم عشان حتى الحقل او الموضوع ما يبصش مننا ما يخرجش يعني ما يبقاش فيه مدعين. نعم. عايزه يطلع يقول بعلم. هل ده يزعل حد؟ ما يزعلش حد. مولانا انا لو حبيت اسالك سؤال مهم. اتفضل. في بدايه الحلقه احنا اتكلمنا عن كبار عظماء الفن الابتهال. نعم. النقشبندي مع حفظ الالقاب، الطوبار، الهلباوي، الشيخ ابراهيم اسكندر، احمد ابو زيد، احمد سيد حسن، ممدوح عبد الجليل. مين بعديهم؟ مين جه بعديهم؟ سعيد حافظ؟ لا الشيخ سعيد حافظ كان من جيل الوسط برضه. لانه انا لا احنا بنتكلم على الجيل اهو بتاع الستينات والسبعينات. نعم. اللي احنا قلناهم دلوقتي. ايوه ده جيل الوسط. اسمه جيل الوسط. ما الجيل الاساسي ايه؟ الجيل الاساسي اللي هو الشيخ النقشبندي والشيخ طوبار والشيخ محمد الشيخ علي محمود والشيخ الفاشني. دول اللي هم الاساس اللي هم جيل الخمسينات والستينات. وبعد كده جيل بعد كده جيل الوسط بقى اللي هم اللي هو الشيخ ممدوح عبد الجليل، الشيخ الهلباوي، الشيخ الاسكندراني، الشيخ محمد عمران، الشيخ احمد ابو زيد، الشيخ سيد حسن. اعدي لك لغايه يعني الشيخ الاسكندراني. طبعا. يعتبر جيل وسط. طبعا. وهو كان من بطانة الشيخ علي محمود. ايوه بس هو لما ظهر ولما اكتمل في علم الابتهال كان في مع جيل الوسط. طبعا جيل الوسط اللي هم يعني انا لما اعتمدت في الاذاعه المصريه كان الجيل الوسط ده موجود. كنا 10 مبتهلين. وانا والشيخ علي الحسيني الله يرحمه اعتمدنا في ان واحد. نعم. بين 12 مبتهل في الاذاعه كلها. في الاذاعه كلها. طبعا. جيل الوسط بقى اللي احنا يعني انا تلمست على ايد الشيخ ابراهيم الاسكندراني والشيخ الهلباوي والشيخ سعيد حافظ. بعدها بسنه يا شيخ سعيد حافظ انت تلمست عليه. طبعا. بعدها بسنه انا بقيت زميلهم اقول الفجر زيهم يعني. ما هم اساتذتي اتعلمت على ايديهم وبعدها بسنه بقيت مبتهل اذاعي معاهم. بقيت مبتهل اذاعي معاهم. واخد بال حضرتك؟ والشيخ سعيد حافظ انت كنت تحب تسمع له ايه يا مولانا؟ لا الشيخ سعيد حافظ ده في حته تانية خالص. احنا هنزعله حاجه في حلقتك. يا ريت. عشان تبقى عارف الشيخ سعيد حافظ انا قعدت صديقي 25 سنه. ما شاء الله. لم نفترق انا وهو 25 سنه. ما شاء الله. ربنا حضرتك رب. هذا الرجل للاسف الشديد ما خدش حقه في مصر. احنا هنزعله حاجه. اقوى صوت في الشرق الاوسط. انا في حلقات قبل كده قلت يعني لما سافر اسبانيا قالوا ان ده الهرم الرابع اللي في مصر. والله الشيخ طبعا انا عايز افكر مستمعينا الشيخ سعيد حافظ ده اللي طلع مع الفنان محمد الحلو في اغنيه يا حبيبي. طبعا. يعني بصراحة من الأصوات الله يرحمه ويحسن إليه. وجه حد في المترجمين في جريدة الأهرام شاف الجرايد الأسبانية كاتبة عنه فحد من صحفيين الأهرام الكبار مش فاكره كتب عنه صفحة كاملة في الأهرام قال إزاي ده يبقى عندنا في مصر وإحنا مش مدينه حقه. طيب مولانا يروح المغرب هناك بيعشقوه. ده حقيقة. طب يا مولانا إحنا نسمع له حاجة بس. لا. أنا عايز أسمع منك حاجة الأول. تسمعنا إيه؟ عايزين بقى حكاية إيه يعني
عايز ايه بس قول لي بس اللي انت عايزه. انت عندك كتيره مولانا يعني. يعني انا ما مش عارف يا مولانا يعني. سيبها على الله. طب سيبها على الله. اتفضل يا مولانا. طيب. سيدي يا رسول الله فوق ما أملته وحباك فضلا دائم الإمداد. الله عليك يا رسول الله. أعطاك ربك فوق ما أملته وحباك فضلا دائم الإمداد. الله عليك يا مولانا. الله عليك يا أم معبد يا أم معبد يا أم معبد كيف لي وصفه مددا إليك وصوت وصفك شادي مهما مدحتك فاللغات ستنتهي يا رسول الله مهما مدحتك فاللغات ستنتهي من قبل ما أوفيك حق قدادي. عليها أفضل الصلاة والسلام. ومولانا بصراحة أنت كل مرة بتجينا كده بابتهالات جديدة وتواشيح جديدة. ربنا يديك الصحة مولانا. كلمات الدكتور بديع ليوة. نعم. أستاذ كبير يعني. نعم رفض. يعني بنبعت له التحية ونقول له كل سنة وهو طيب. مولانا احنا زي ما اتكلمنا كده قبل ما تبتهل قلنا هنسمع حاجة للشيخ سعيد حافظ. ياريت. ياريت. يعني نذكر الناس بيهم. والله. مولانا الحلقة بتجري رهوان. يا اخي والله فعلا. يعني الحلقة دايما معاك. كل سنة كده. احنا ما خدناش يعني انا حاسس ان احنا لسه يعني ما كملناش ساعة. احنا ده انا عشان اخد راحتي في الحلقة دي انا عايز 10 حلقات على عشان نتكلم براحتنا ونقول براحتنا 10 حلقات. انت دايما ضيف دائم معايا مولانا وان شاء الله تتكرر في رمضان وتبقى معايا في حلقة تانية برضو من حلو منك. شرف شرف. مولانا طبعا انت عارف ان احنا وصلنا لنهاية حلقتنا. نعم سيدي. هنسمع منك ابتهال وهنسمع دعاء بس الاول عايزك تنصح شبابنا المبتهلين. والله الشباب نعم. وبعد نصيحة تقول لي في 2-3 برضو مبتهلين هيظهروا في الصورة قريبا بإذن الله. والله احنا بنقول دايما للشاب المبتهل الجميل الواعد الصاعد ان احنا عايزينك بس تتعلم المقامات الموسيقية وتتعلم ازاي تنطق اللغة العربية الفصحى. تمام. وازاي تحس بالكلمة قبل ما تقولها. نعم. لازم يحس بالكلمة عشان يوصلها لي. نعم. بس ده الموضوع. ولو كلمة ما دخلتش قلبه يقول للشاعر او يقول للمؤلف انا شوف لي حاجة تانية. ايوة طبعا ما انا بدي الفكرة للشاعر حضرتك اقول له ايها الشاعر الجميل انا عايز الفكرة دي تكلمني عن كذا. نعم يا مولانا. الراجل بيعمل لي الشغل يعني. تمام يا مولانا. فهو يحس بس بالكلمة. نعم. يحس بالموضوع اللي هو بيقوله عشان يصل لحضرتك ويصل للمستمع. نعم. ويتعلم لغة عربية فصحى بس. والمقامات مهمة جدا للمبتهل. المبتهل بدون مقامات موسيقية لا يصلح. لا أكيد. يصلح اكيد. نعم. يا مولانا. نعم. طيب مين من الشباب لفتوا نظرك بقالهم مثلا سنتين كده تحس كده اللي هم على الساحة؟ انا عندي 2 مبتهلين في الإذاعة في منتهى الجمال. الشيخ إبراهيم صالحين مبتهل إذاعي جديد. طلع معي قبل كده مش فاكر. بس في التلفزيون. إبراهيم صالحين. وعندك محمد الجزار عطوميد دلوقتي. الجزار معتمد بقاله سنتين 3. لا بس طلع هوا من قريب يعني.
والله ما شاء الله عليه. ده طبعا ما شاء الله يعني. ما شاء الله عليه بصراحه. انا الولد ده قلت عليه من زمان، بس هو طبعا اللي علمه كل الشغل ده اخونا طه الاسكندراني. نبعت له التحيه طبعا. الشيخ طه الاسكندراني هو تلميذ طه الاسكندراني. نبعت له التحيه، هو اللي علمه وهو اللي خلاه يقول كده والله. طبعا طبعا نبعت تحيه كبيره كمان للشيخ طه الاسكندراني، نقول له كل سنه وانت طيب. مولانا بقى نعم، عايزين ابتهال حاضر منك كده في مدح الحبيب المصطفى، ونختم بدعاء جميل كده لمصر ولشعبها ورئيسها. انا هقول كلمات دلوقتي الشيخ فضيله الشيخ محمد الصادق غلاب من شباب ارمنت بلدي، احسن ناس، وهو داعيه كبير من الازهر الشريف. يلا بينا، فهنقولها في حضره النبي برضه. اتفضل يا مولانا. يا من عشقت الهاشمي وزرته وتركتني للنوح خلفك مثلفا، كيف المسير إلى ديار المصطفى، كيف المسير إلى ديار المصطفى؟ قل لي بربك كيف عاينت الصفا؟ أرأيت قبة أحمد مزدانة، فسمعت نبضا من فؤادك رفرفا، ودخلت روض حبيبنا متخشعا، فأسلت دمعا في هوى مكثفا. عليه افضل الصلاه والسلام. والله يفتح عليك يا مولانا. طيب يعني نختم بقى بدعاء ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم تقبل صيامنا امين، وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبلنا في الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات في الحياة الدنيا وبعد الممات يا رب. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم من أراد بمصر بمصرا خيرا فوفقه يا رب العالمين، ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره، اللهم آمين آمين. يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب يا مولانا. اللهم أمين. أحسنت يا مولانا، ربنا يحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها. أمين يا رب. أمين يا رب. ويحفظك يا مولانا، ونورتنا وشرفتنا في حلقة حل ودنك، وزي ما أنت عارف الحلقة كده بتجري معاك بسرعة. كل سنة طيب وكل مستمعينا يا رب بصحة وسعادة يا رب، ويعني ويجعل كلها أيام بركة وخير وسعادة على الأمة الإسلامية كلها ومصر كلها يا رب. نورتنا يا مولانا، ربنا يبارك فيك. هنسمع بقى دعاء كده في النهايه ليك، ده اللي هو ايه بقى اللي انت جايبه لنا بقى جديد. ده كلمات الشاعر الكبير احمد الشريف، نختم بيه بقى، والحان الفنان الكبير مصطفى ابو ري. طيب نروح نسمع، وده حصريا ل 90 90 ما تزعش في اي حته تانيه. تسلم يا مولانا، نروح نسمعه مع بعض. اتفضل سيدي.